لن تستطيع الرجعية السعودية أن تحقق ذلك. ومن خلال التقارير اللي تجينا من القوات المسلحة، ومن خلال التقارير اللي تجينا من الحزب المدني، أن جيشنا يقدر هسه يتحرك ويحتل السعودية. إيش تعمل؟ إيش تعمل السعودية بدخل النفط؟ يا أخي الجيش السعودي لازم يتمرد. الشعب كان في شعب لازم يتمرد. البترول لازم يحرق. الصواريخ التي سوف تطلق إلى المعسكرات وإلى المناطق الحيوية والمناطق الصناعية والاستراتيجية في عمق المملكة العربية السعودية. أظن الكلام رخيص، في إمكانك الإنسان يتكلم بكلام لا يليق، لكن نحن لم نتعود في المملكة العربية السعودية. يا ما شتمنا ويا ما أحد اعتدى علينا بالكلام بأشتى الطرق، ودائما كانت طريقتنا في الحياة نحاول أن نبتعد عن هذه الأمور، ولكن إذا ابتلينا ندافع عن حق واجب، ولا يستطيع أحد أن يقف أمامنا ويقول أنه نحن اللي حاولنا أن نرتكب خطأ ما بأي حال من الأحوال.